يمشي في حاله مصلح والو مصلح والو اخ النوش يمشي في حاله مصلح والو مصلح والو اخ النوش يمشي في حاله مصلح والو مصلح والو اخ النوش يمشي في حاله مصلح والو مصلح والو اخ النوش يمشي في حاله مصلح والو مصلح والو اخ النوش يمشي في حاله مصلح والو مصلح والو اخ النوش يمشي في حاله مصلح والو مصلح والو اخ النوش يمشي في حاله اليوم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتفل باليوم العالمي للعمال اللي كيجي هاد السنة في سياق معروف ومتميز بالارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وتنصل الحكومة من الالتزامات وأيضا رغبتها في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وهي إجراءات جاءت مكتفة في شعار الكونفدرالية الديمقراطية لهذه السنة. ايضا العديد من الملفات القطاعيه لم يتم حلها، العديد من الحوارات القطاعيه لا زالت متوقفه ولم تفضي الى نتائج، وبالتالي فهذه السنه هو يوم للاحتجاج وليس يوما للاحتفال، بمعنى ان الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل تحتج على الصعيد الوطني في كل المدن المغربيه بمناسبه ذكرى فاتح مياي اليوم العالمي للعمال. الحكومه حينما تتكلم وكأننا أمام واحد الإنسان معجب بنفسه يقول أشياء عادية وطبيعية وكأنها مكتسبات. الخطاب ديال الوزير ديال الشغل البارح استمعنا ليه لا جديدة تحت الشمس، إنما يريد تسويق بعض الأشياء اللي هي في الحقيقة هي أشياء عادية وطبيعية يسوقها على أنها مكتسبات وأن هذه الحكومة حقاتها، لكن يقولوا لنا فينا هي الوعود اللي عطاو بأنه غيزيدوا 2500 درهم للأجراء، فينا هي الوعود للمتقاعدين بأنه غادي يزيدوهم 1000 درهم، فينا هي الوعود اللي قدموها في الحملة الانتخابية واللي بها باش نجحوا. حقيقة هذه حكومة رعناء لا يمكن إلا ننتظر معها ما نحن عليه اليوم. وشكرا.